السلام عليكم الزول فلوان، مرحبا بكم في قناتي كويزين ويزا. ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وبصحه جيده. اليوم حبيت نعيد عليكم من خلال هذا الفيديو ونقول لكم صحه عيدكم، عيدكم مبارك سعيد في حياتكم في حياه وليداتكم، صحه عيد كل الجزائريين وكل الامه الاسلاميه، وصحه عيد الجاليه الجزائريه ديالنا وين ما كانوا مشتركين والمتتبعين ديالي. نقول لكم صحه عيدكم، عيدكم مبارك سعيد، ان شاء الله يا ربي ينعاد عليكم بالصحه ولهنا ان شاء الله. ونشكركم جزيل الشكر ونقول لكم يعطيكم الصحه انتم اللي كنتوا دائما تدعموني وتشجعوني. نقول لكم ربي يحفظكم ان شاء الله وربي يفرحكم بوليداتكم ان شاء الله كما كنتوا تفرحوني بالتعاليق ديالكم الحلوه. يعطيكم الصحه ونقول لكم نحبكم بزاف بزاف، والله غير كي شغل يعني عائلتي الثانيه فوالا. وثاني نشكر ثاني اللي اول مرة يزور القناة ديالي، نقول لكم يعطيكم الصحة. إن شاء الله ربي يقدرني إن شاء الله باش نكون يعني في حسن ظنكم ونلبي كل الرغبات ديالكم، غير إذا كان يعني حاجة يعني ما نعرفهاش، كما يقول واحد ما زاد معلم. فوالا أنا نتعلم منكم وأنتم تتعلموا مني، نتعلموا ما بين بعضنا. ونقول لكم ثاني مالغري كو هذا العام يعني جوزنا رمضان وهذا العيد تاع هذا العام يعني في ظروف سيئه، ان شاء الله يا ربي العام الجاي ان شاء الله يكون خير من هذا من تاع هذا العام، ان شاء الله نجوزوه في ظروف يعني احسن، ان شاء الله يا ربي يرفع هذا البلاء علينا ربي على كل العالم اجمعين. وتاني حبيت تاني نشارك معكم هذه الطاوله، طاوله العيد ديالي فوالا، ونوري لكم الحلويات اللي درتها اللي شاركتها معكم، وتاني واش ما درتش معكم ان شاء الله لا بروشين فوا نديرها. كيما هذا المسمن، هذا المسمن كنت حنديره لكم اون فيديو، بصح يعني ما عجبنيش هذاك السميد، خرج لي يعني ماشي مليح صديق مع السخانه، وكامل في السخانه الوسمو ها هو كيفاش المسمن تاعي انايا انا نخرجو بلو كون كم كسخانه، في سخانه تعرفوا السخانه العجين يعني يطلق روحو مليح، كانت سخانه طاوله العيد لازم يتحط المسمن. اولادي يعني ما يحبوش هاد الحلويات كامل، يحبوا لي كروكي طابع، كنت حندير لهم بصح ما كانش عندي الوقت، فوالا درت لهم المسمن هذا اللي يحبوا، غير هذا اللي ياكلوا. فوالا انا الحلويات يعني نصدقها ونمدها الحلويات اللي درناها كيف كيما هادو، هاد لي دو سورت تاع لي صابلي اللي درتهم بعجينه واحده، درت لهم لا كريم اوبار، هادي كو فريز وهادي كو كراميل كيما شفتوني، درت لها شوكولا زينتها. هادي هذيك الغريبيه جوغ غريبيه يعني دي غاتو بلي فخوي سيك درتهم غير بنان يعني، وزدت زينتهم بالكاوكاو كيما شفتو. هذا البلاطو تاع يعني حلويات بدون فرن يعني بنيون، درتو بثلاث انواع كيما راكم تشوفو، اون كاري اون كور، ودرتو هكذا صبيعات، زينتهم بالكراميل كيما راكم تشوفو. وثاني العجينه تاع البنيون واش درت فيها يعني، واش كان كامل في الدار، واش كان في الفريجيدار، واش كاين، واش بقى لي كامل من يعني من الحلويات درتو، وزدت له البسكوي فوالا، ويعني درت له القطايف، كانوا عندي شويه تاع قطايف حمصتهم شويه ويعني فتتهم هكذا بين كرازيتهم كامل بين صبعتيا. هذاك القطايف هذوك القطايف زاد لهم بنه وزاد لهم ثاني تقرميشه لهاد واسمو هاد البنيون، بنين بنين هايل، وشبحتو هكذا بالكراميل، وهادو درت لهم وثاني بشوكولا بلون، هادي شوكولا نوار، هادو زينتهم ثاني بالكاوكاو كما راكم تشوفوا، فوالا هادو بالجنجلان. هذاك تشارك من المسكر اللي درناه كيف تاني كيما راكم تشوفوا، وهذا هذاك المقروط اللي درتو اون فورم دو تريونغل يعني اهرامات فورم دو بيراميد كيما راكم تشوفوا هاوليك، زينتو كامل بالجنجلان فوالا، درتو اون فيديو كيما شفتوني فوالا. وهذا المسمن اللي قلت لكم عليه هاوليك، المسمن اللي درتو تاني ان شاء الله يا ربي كاش نهار ان شاء الله يكون سميد شباب ويعني ونديرو يعني ان شاء الله نوري لكم كيفاش درتو، باسكو هذا راهو محشي بالبيض والسكر فوالا. دوكا واش بقى لي نقول لكم، ما بقى لي نقول لكم ان شاء الله يا ربي تعجبكم هذا الفيديو ان شاء الله، وتدعموني بالتعاليق واللي جام ان شاء الله يا ربي نكون في حسن ظنكم كما قلت لكم. تهلاو في روحكم، صحة عيدكم ان شاء الله يا ربي كل عام ينعاد عليكم بالصحة والهنا، وان شاء الله يا ربي يرفع هذا البلاء علينا وعلى يعني كل الأمة الإسلامية وكل العالم يا رب. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم وفي صحتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.